العشرة المرسلين. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا أي أصحاب المطرح، سلام الله عليكم. جئناكم من تعز الأبية يا ملوك سبأ، جئناكم ونحن ضيوف على ملوك سبأ على مارب التاريخ، ونحن عندكم وفي بيتكم أنتم يا أصحاب المطرح، وهي عبيدة الخير، قبيلة عبيدة التي ماذا نقول عنها؟ كسرت الشر وحافظت على أو أوقفت الشر وحافظت على الشرعية، وبدأ الحفاظ على مستوى الجمهورية اليمنية من هنا من هذه المطارح، ونحن نراها ونسمعها، وكانت يومها تشنف الآذان وترفع الرؤوس والهامات في كل الجمهورية اليمنية. ونحن إذ ندين لكم بعض الله سبحانه وتعالى بأن المقاومة استمدت عونها بعض الله سبحانه وتعالى منكم يا عبيدة ومنكم يا مآرب الخير. جيناكم ولقد رمتكم تعز بقيادتها ومقاومتها، جئناكم للنصرة، ونريد أن ينتصر الحق على الباطل، وقد انتصر بداية في مآرب الخير، ومنكم أنتم النواها الأولى. ونحن نطمح بأن تكون هذه الأيام القادمة القليلة جدا قد دحرنا الحوافيش، من تعز، وبعدها إن شاء الله تعالى سيندحر في بقية المحافظات، وسنلتقي يا عبيدة الخير ويا مآرب الخير، سنلتقي إن شاء الله تعالى وإياكم، ونحتفل في مطرح أكبر من هذا المطرح، وهو مطرح إن شاء الله تعالى في ميدان 70 في العاصمة صنعاء إن شاء الله تعالى.